السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم، هذا هو العدد السابع من برنامج مجالسات. نستضيف فيه ضيفا جديدا من أجل موضوع جديد. في يوم في عددنا هذا نستقبل الأستاذ الدكتور خالد هدنا، أستاذ في جامعة سطيف، لنتحاور حول تاريخ السنة النبوية، تدوينها، كيف جمعت السنة النبوية، كيف وصلت إلينا مؤلفات السنة النبوية من الصحاح وكتاب السنن. نسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بهذا الحوار المبارك. مرحبا بك أستاذ خالد هدنا. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بتواجدي معكم في هذه الجلسة الطيبة المباركة الرمضانية، وأتشرف بالحديث عن موضوع مهم جدا، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التهجم على السنة النبوية لإسقاط حجيتها وتشكيك المسلمين في أهم مصدر من مصادر تشريعهم. شكرا أستاذ. لمن لا يعرف الأستاذ خالد هدنا، هو من مواليد 1974، حاصل على شهادة ليسانس لغة دراسية ودراسات قرآنية من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة في سنة 1996، حاصل على شهادة الماجستير في سنة 2003 ببحث بعنوان الوقف والابتداء وآثارهما في فهم النص القرآني بإشراف الدكتور العراقي سامي الكناني، حاصل على شهادة الدكتوراه في سنة 2012 بعنوان في منهج النقد اللغوي القاموس المحيط نموذجا بجامعة سطيف تحت إشراف الأستاذ الدكتور عيسى بن زديرة. من مؤلفاته المعجم العربي في ضوء النقد اللغوي، وله كتاب جماعي بعنوان المعجم السياحي بالاشتراك مع مجلس اللغة العربية، له عدة مقالات، شارك في عدة ندوات ومؤتمرات دولية ووطنية، وهو الآن أستاذ جامعي بجامعة الهضاب جامعة محمد الأمين دباغين، وفي نفس الوقت هو نائب مدير نفس الجامعة. أستاذ خالد هدنا، قبل أن نبدأ في مناقشة موضوعنا نود أن نتعرف على معنى السنة النبوية. ماذا نقصد بالسنة النبوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ندخل في تعريف السنة النبوية، أريد أن أشير بأن الشريعة الإسلامية تتركز أو تتكون من عنصرين مهمين، وهما مصدرا التشريع بالنسبة لها، وهو القرآن الكريم ثم السنة النبوية. السنة النبوية كما يعرفها العلماء المحدثون والفقهاء وغيرهم هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أركز على كلمة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، وزاد المحدثون وكل صفاته الخلقية والخلقية. وذكرت في أول التعريف، قلت أركز على كلمة ثبت كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أرى أنه من الخطأ تعريف السنة بأنها كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المكذوب وفيه الموضوع عنه ولا يعتبر سنة. ولذلك نقول كل ما ثبت، أي كل ما أجازه النقاد من المحدثين والفقهاء وتوافقوا عليه بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي السنة. الأقوال والأفعال والتقريرات، ونقصد بالتقريرات كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سكت عنه رضا أو سكت عنه رفضا، وكذلك صفاته الخلقية والخلقية، فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عنه. ولذلك يقول هناك عبارة جميلة جدا لعلي الطنطاوي رحمه الله، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا، أي كان يصلنا عنه كل شيء، حتى غسله مع زوجاته كان يصل المسلمين، فنعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء زوجاته وأسماء أبنائه، أسفاره ومعاشه في بيته خارج بيته. ولذلك هذه كلها تعتبر سنة نبوية. أستاذ خالد، نبقى في هذه النقطة في التعريف حتى يفهم الجمهور المستمعون.
أن تعريف السنة النبوية عند الفقهاء يختلف عن تعريف السنة النبوية عند المحدثين، نعم ما الفرق بينهم؟ نعم هما الفقهاء يعتبرون كل ما ثبت من الأقوال أو الأفعال ليستدلوا به على حكم شرعي. أما المحدثون فإن تعريفهم أوسع للسنة النبوية، فهم يثبتون كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أريد منه التشريع أو غير التشريع. يعني كل أثر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المحدثين يدخلونه في السنة النبوية، أما الفقهاء فإنه لا يهمهم إلا الأقوال والأفعال أو التقريرات التي تثبت حكما أو تنفيه أو تكون محل تشريع للمسلمين. وماذا عن الأصوليين؟ السنة عند الأصوليين؟ هي نفسها تقريبا عند الفقهاء، هي نفسها تقريبا، هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال لأنه يشيع وتقريرات. بين الناس يقول لك هذه سنة وهذا فرض، هذه سنة وهذا فرض، أي يفرقون بين السنة والفرض عند الفقهاء. عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين. نعم أستاذ خالد هدمة يقولون ويشاع أن السنة النبوية ظهرت مع البخاري وطبقته، أي نعم أن العالم الإسلامي لم يعرف السنة النبوية ولم نعم يعرف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع البخاري وطبقته. وطبقاته. نعم ما صحة هذا القول تاريخيا؟ نعم بالنسبة لي، وهنا ندخل في تدوين السنة النبوية وكتابتها، ولذلك أنا أحب أن أفرق بين مصطلحين، بين مصطلح التدوين وبين مصطلح الكتابة، كتابتي بين مصطلح الكتابة وبين مصطلح التصنيف تصنيف. والتبويب. إذن عندنا ثلاث مصطلحات. تقريبا لما نقول التدوين يدخل فيه التصنيف والتبويب والكتابة، أما الكتابة فإنها تختلف عن التدوين. لذلك إذا جئنا إلى التدوين فإن التدوين متأخر عن الكتابة في حال التفريق بين المصطلحين، أما إذا جئنا إلى الكتابة فإن كتابة السنة بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتأخر عنه. أما التدوين وهو الذي له طابع الرسمية، بحيث أننا نجد في تاريخ تدوين السنة النبوية أن الخليفة هو الذي أمر بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز. نعم احنا نقول الخليفة ثم بعد ذلك نفصل، يعني أن الحاكم هو الذي أمر بجمع السنة الرسمية النبوية، الآن السنة النبوية، ولكن هذا الجمع ليس خوفا على السنة النبوية من التحريف أو الضياع، وإنما هو خوف عن السنة النبوية من الاندثار، لأنها بدأ السند يطول بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى هذه النقطة. لذلك قلت من الخطأ اعتبار أن بداية كتابة السنة النبوية كانت في عهد الزهري الذي يعتبر أول من دون السنة النبوية، ومن الخطأ اعتبار أن تدوين السنة النبوية بدأ مع الإمام مالك أو مع البخاري وغيرهم، فالبخاري لم يكن إلا في القرن الثالث، وأما السنة النبوية فبدأت يعني مع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر نفسه بالنسبة للقرآن الكريم. ولذلك هنا يطرح بعض المستشرقين أو يطرح المستشرقون شبهة عظيمة في تأخر التدوين، سواء بالنسبة للقرآن الكريم أو بالنسبة للسنة. احنا نضرب مثال عن القرآن الكريم فقط، فيقولون أن تدوين القرآن الكريم كان متأخرا جدا عن نزوله، وهذه مغالطة كبرى يقع فيها حتى كثير من الباحثين المسلمين اليوم، ويتبعون ما ينعق به كثير من المستشرقين. ولذلك ظهر ما يسمى بالتفريق بين المصحف وبين القرآن الكريم، يقولون أن المصحف الذي هو عندنا الآن ليس هو القرآن الكريم. كل ذلك منطلقه تلك الخلفية التي تقول بأن التدوين متأخر عن النزول. هذا بالنسبة للقرآن. نفس الشبهة ألقيت على السنة النبوية، وقالوا أن تدوينها جاء متأخرا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الصحابة بزمن بدأ تدوين السنة النبوية. والحقيقة كما ذكرت أن السنة النبوية كانت تكتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب صلح الحديبية بينه وبين قريش، وقد أمر علي بأن يكتب ذلك الصلح، وهو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
في حجة الوداع التي خطب فيها الناس، وقد حج معه ما يقارب 100,000 صحابي حجوا معه في ذلك الوقت، فخطب فيهم خطبته المشهورة في حجة الوداع، وكانت تحمل أحكاما. فكان من بين الصحابة أبا شاه الذي لم يستطع حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة أخرى ننحرف قليلا، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه يسمع على أمتار، كما جاء في الحديث: كنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالبلاط، والبلاط يبعد عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 500 متر. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي وهبه الله عز وجل إياه أن صوته كان يسمع، وأن كلامه كان يحفظ كذلك. فقال أبو شهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: اكتبوا لأبي شهر. وهذه سنة كتبت. أبو هريرة رضي الله عنه يتحدث عن نفسه قال: كنت أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال: فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وكما ثبت في الصحيحين صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تسمى بالصحيفة الصادقة. وقد كتب أنس بن مالك، وإن كان الكتاب كتبه له أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه ثابت عن أنس بن مالك، والحديث في صحيح البخاري، وكتابه يحتوي على كثير من الأمور المتعلقة بالصدقات والزكاة والديات، وكتاب كذلك أبي بكر ابن حزم الذي كتبه كذلك، الذي جمعه عن صحابة كتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كتابة السنة النبوية كانت ثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانت مكتوبة؟ كل السنة النبوية كانت مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لأن الناس كانوا يعتمدون في ذلك الزمن على الحفظ، ولذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، أنه قال: لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا فليمحه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. ذهب بعض العلماء إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لعلمه لعدم حاجة الناس للكتابة، ومنهم من ذهب إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة كان بسبب خوفه عن اختلاط بعض كلامه بالقرآن الكريم، لأنه كان يكتب في زمن واحد. إذن هنا نعود إلى ما قلته سابقا، أنه لا بد أن نفرق بين هذين المصطلحين: مصطلح التدوين ومصطلح الكتاب. مصطلح التدوين الذي يأخذ الصبغة الرسمية، والذي يشتمل على التبويب والتصنيف، والكتابة كانت تعني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنه صلى الله عليه وسلم في العظام، كما كتب القرآن الكريم، وفي اللحاف، وفي عسب النخل، وغيرها من الأدوات التي كانت تستعمل للكتابة. أستاذ خالد هلدان، عندك أوردت العديد من النصوص التي تتكلم عن جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المخالف يركز على حديث أبي سعيد الخدري. نعم. ويكبرون القول ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وحديث أبي خدري، مع أنه نص واحد فقط. نعم. والباقي جواز كتابة بنصوص كثيرة. بنصوص كثيرة، ولذلك أنا مع أنه حتى حديث أبي سعيد الخدري عند العلماء المحدثين يقولوا أن هناك من يقول بوقفه، بوقفه من يقول برفعه، البخاري نعم. يقول بوقفه، ابن حجر يقول بوقفه، نعم. ولكن المخالف لا يقول هذا الشيء. نعم، فحديث أبي سعيد الخدري يرويه البخاري موقوفا عنه، موقوفا عن أبي سعيد الخدري، ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم ذلك، وعلى فرض أن الحديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء قد خرجوا هذا الحديث وجمعوا بينه وبين الأحاديث التي تبيح الكتابة، فقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من النهي مطلق النهي، وإنما فهموا منه النهي لفترة معينة، أو النهي لمن كان يجيد الحفظ. والدليل على ذلك أنه حديث أبي شاه متأخر. نعم، وهناك أثر آخر وهو أثر مهم، أن قريشا لامت عبد الله بن عمرو بن العاص
في كتابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رسول الله يتكلم في الغضب وفي الرضا، فكيف تكتب عنه؟ يعني قد تكتب عنه أشياء لا يجيزها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشكل ذلك علي. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له هذا ما قالت الناس، فقال والله لا يخرج من هذا إلا الحق. قال اكتب، فوالله لا يخرج من هذا إلا الحق. فقد أذن له بالكتابة، وهذه النصوص التي ذكرت الكثيرة التي تبيح الكتابة. أما النص الذي ينهى عن الكتابة فقد أوله العلماء إلى خوف النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط حديثه بالقرآن الكريم، وخاصة الحديث القدسي الذي ينسب إلى الله تعالى مباشرة. وكذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكتابة للصحابة الذين يجد فيهم قوة حفظ كأبي سعيد الخدري، وأغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل كابرا عن كابر عن طريق حفظ الناس. وإحنا كما نعرف حتى أن الذي يريد أن يتحدث في هذه المسألة لابد أن يحيط بخصائص العرب، فالعربي كان يحفظ، والعرب كانت أمة بيان، لم تكن أمة هندسة ولا طب ولا غير ذلك، ولكن كانت مشهورة بالبيان. فكان الصبي الصغير يحفظ القصيدة والأبيات الكثيرة من الشعر من السماع الأولي. بل إن أبا بكر رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة قس بن ساعدة، وكان صبيا، كان لا يتجاوز 10 سنوات، وكان حاضرا في تلك الخطبة، فذكرها له وكأنه حاضر في ذلك اليوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون، وكانوا شديدي الحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني استغنوا عن الكتابة إلا بعض الصحابة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة. فكرت أنت تتكلم عن الحفظ، لمن يستغرب في قضية حفظ العرب الأدباء، أورد نص بكتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي، يتكلم نقلا عن، وقال المحقق الكتاب عن نقل محب الدين الخطيب، يقول ولقد ذكر الكاتب المحقق الأستاذ محب الدين الخطيب ما شهده من حفظ الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ما يدعو إلى الدهشة. وإليك ما قال في ذلك، يقول نحن نعرف معرفة شخصية الأستاذ العلامة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكان يحفظ الشعر الجاهلية كله، ويحفظ شعر أبي العلاء المعري كله، ولو رحنا نعد ما يحفظه لكان شيئا عظيما. وكتابه الوسيط في تراجم علماء وأدباء شنقيط كتبه من أوله إلى آخره من حفظه، إجابة لاقتراح شيخنا الشيخ طاهر الجزائري. وفي هذا الكتاب أنساب أهل شنقيط رجال ونساء، وذكر قبائلهم ومن نظموه وما يؤثر عنهم من مؤلفات وأخبار، ولم يكن لذلك مرجع يرجع إليه قبل كتاب الوسيط الذي ألفه الشيخ أحمد بن أمين على ما نعرفه نحن شخصيا، يعني معاصر، يعني رحمه الله من المعاصرين. من شوف الحفظ في الناس عاشوا كلهم. نعم، الآن نسمع بأناس يحفظون الصحيحين، يحفظون السنن. لو ترجع حتى إلى رتبة الحافظ، نعم، لو ترجع إلى ترجمة الشيخ البشير الإبراهيمي عن نفسه في رسالته من أنا، يذكر أنه يحفظ العديد من كتب الأدب، من كتب الأدب كالكامل وغيره من الكتب التي كان يحفظها عن ظهر قلب، بل كان يحفظ كثيرا من المعاجم. أي لا غرابة في، وخاصة أن العهد كان قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو نأتي إلى الزهري كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان أو ثلاث فقط. أستاذ خالد، هل وصلنا مما كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وصلنا بكتابات مثل صحيفة همام بن منبه؟ نعم، مثل صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه اليمني، نعم، الذي وجد في صحيفته ما يزيد عن 120 حديثا، وكان راويا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكتب في هذه الصحيفة كانت مكتوبة عنده، ثم بعد ذلك هذه الصحيفة ذكرها الإمام أحمد في مسنده وغيره من الذين ذكروا الصحيفة كما كتبها همام بن منبه.
وهذه الصحيفة لقد حققها الأستاذ محمد حميد الله الهندي، نعم وجد نسختين، نسخة في برلين ونسخة لا أذكر أين، نعم وهي محققة وهي مطبوعة، مطبوعة محققة. نعم يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت السنة النبوية أستاذ؟ طيب، بعد وفاة النبي، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبين للناس أن الصحابة كانوا لا يغادرون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحفظوه أو كتبوه. أخير دليل على ذلك ما يرويه عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلح في صلح الحديبية، ثم رجع إلى قومه فقال يا قومي إني دخلت على الملوك، فدخلت على النجاشي ودخلت على كسرى وعلى ملك الروم، فإني لم أجد أصحابا يعظمون صاحبهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. قال من الأمور الدقيقة التي ذكرها، قال وإنه إذا تكلم استمعوا له أو أنصتوا له وكأن على رؤوسهم الطير، وكانوا يتبادرون إلى فضل وضوئه، وكانت لا تقع نخامته على الأرض إلا في يد أحدهم فيدهن بها وجهه وجسمه. يعني كانوا شديدي التعظيم. هل مثل هؤلاء يغيب عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن بعض الصحابة كان يذكر بعضهم بعضا، فكما روي أن عن أبي بكر رضي الله عنه لما جاءته تلك العجوز الجدة التي تسأل نصيبها من الميراث، فقال أبو بكر لا أجد لك نصيبا، فقال المغيرة لها السدس يا أمير المؤمنين أو يا أبا بكر، فأبا بكر قال له هل لك من شاهد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال أشهد معه أن لها السدس، أي حضرنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. وأبو بكر هنا لم يكذب المغيرة، وإنما خشي أنه قد اختلط عليه الأمر بين الجدة، بين نصيب الجدة وبين نصيب الأم. يعني كان هناك تثبت عظيم، تثبت عظيم. حتى وهذا يقودني الحديث عن القرآن الكريم كذلك في قصة عمر مع هشام بن حكيم لما سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لم يكتفي بالسماع أو مناقشة هشام بن حكيم، وإنما أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من تلابيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يقرأ على غير ما أقرأتني. فقال لهشام اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل. وكذلك السنة، حتى أن الصحابة كانوا يستذكرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يذكره، أدرين ذكرت هذا الحديث، في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني، يعني قبل أن آوي إلى فراشي، اللهم لك أسلمت نفسي وأسندت ظهري إلى غير ذلك، وفي آخره يقول آمنت برسولك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فاستذكرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. يعني لم يكتفوا بالحفظ فقط، وإنما ذهبوا إلى المذاكرة وإلى المراجعة وإلى عرض. مع جاري الذي كان يتداول، كان يتداولان، نعم، كل يوم يذهب أحدهما ليستمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إليه فيأتيه بما حفظه من العلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت سنة النبي؟ نعم. هل اهتم بها الخلفاء؟ نعم. منعوا روايتها؟ هل منعوا تحديثها؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمر كما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي الناس يتناقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثرها عن طريق الحفظ، فكانوا يسمعون غيرهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كبار الصحابة. بعد وفاة الخلفاء الراشدين وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أمر عماله بأن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
قيل بإشارة من أبي بكر بن حزم والزهري اللذان أشار عليه بأن الأمر قد يصعب على الناس فيما بعد في استذكار السنة وفي جمعها. فقال: إذا كان في زمني وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان وثلاث، فكيف بالزمن الذي يأتي من بعد؟ فخشي عمر، فوقع ذلك ووافق ذلك أمرا في نفس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأمر بجمع السنة. فجمع أبو بكر ابن حزم بعض أحاديث كبار الصحابة في المدينة، ولم يجمع كلامهم كله، وكذلك جمع الزهري. لكن في الغالب الناس ينسبون جمع السنة لتدوين، بداية تدوين السنة، وهنا يبدأ، هنا كما ذكرت يبدأ التدوين الرسمي للسنة. قليل الوراء، نعم، لأن المخالف يتداولون مقولة أن الخلفاء نهوا عن التحديث، وحتى يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن بعض الصحابة من أبي ذر وأبي سعيد الخدري، ما حقيقة ذلك؟ لا، هذا كله من الأمور التي أراد أصحابها أن يدسوها للتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء لم ينهوا عن كتابة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للصحابة في كتابة حديثه فكيف بالخلفاء؟ يروى عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن الكتابة، عن كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتابة أحاديثه، فقال: إنما أهلك الأمم التي كانت قبلكم كتابتها عن أنبيائها. ولكن هذا الحديث يحمل كذلك على الخوف من اشتباه كلام الله عز وجل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بأحاديث علي، لأنه كان رجلا آتاه الله عز وجل فصاحة وقوة بيان فنهاهم عن الكتابة. هذا تأويل العلماء لهذا. وكان عنده كتاب فيه الديات والصدقات والزكوات. نعم، لما سئل قال: هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: لم يترك لنا إلا كذا وكذا. وقال: وصحيفة مكتوب فيها الديات والصدقات وغير ذلك. نعم. عند التدوين ماذا حدث؟ طيب، عند التدوين قلت هناك من ينسب بداية التدوين لأبي بكر ابن حزم، وهناك من ينسبه للزهري. ولكن الحق أن أبا بكر ابن حزم لم يجمع كل أحاديث أهل المدينة، وإنما كانت له بعض الكتابات عن بعض علماء أهل المدينة. أما الزهري فإنه جمع أغلب أحاديث علماء أهل المدينة، وجمعه على أبواب ليست كالأبواب التي نعرفها الآن مضبوطة، ولكن ينسب إليه تدوين السنة. والزهري كما نعلم هو شيخ الإمام مالك رحمه الله. حتى أنه لما نقول أن الخلفاء منعوا من كتابة الحديث، يروى أن أبا جعفر، أن هارون الرشيد وأبا جعفر هارون الرشيد لما أراد أن يقتل بعض الملاحدة ليكفي الناس من شرهم، فلما أراد أن يطبق عليه الحد قال له: ما تصنع في 2000 حديث كذبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضحك هارون الرشيد وقال: إنما يتكفل بها عبد الله بن المبارك وفلان وفلان. يعني كان يعلم أنه لا يمكن أن يدخل الكذب ولو في حرف واحد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت في عهد الزهري بدأ تدوين السنة رسميا. ليه قلت رسميا؟ لما قلت رسميا؟ لأنه جاء بأمر من الحاكم وبأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إذن حسب ما قال الأستاذ أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الكتاب، الكتابة لا علاقة لها بالسلطات، يكتب الصحابة لأنفسهم. ثم جاءت المرحلة الثانية بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة، بجمعها رسميا وجعلها في صحف. هكذا أستاذ؟ نعم. أستاذ، قبل أن نذهب إلى ذلك، أبو هريرة رضي الله عنه يعتبر حافظة الإسلام. نعم.
راوية الإسلام، ولهذا تعرض لهجوم عنيف من سب وحط من قيمته ومن علمه. لماذا؟ وما نعم. حقيقة ما قيل فيه؟ نعم. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه كان من فقراء، خاصة كان أنه من أواخر المسلمين. نعم. لم يعاشر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه كما يصفه علماء السيرة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم قوم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، وسموا بأهل الصفة أي فاتخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدة في المسجد كانوا يأوون إليها، فسموا بأهل الصفة. كان أبو هريرة منهم وكان رجلا فقيرا، فاتهموه بأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بطنه، وهو ينفي ذلك عن نفسه فيقول ما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبا فيه وإلا في الاستكثار منه إلى غير ذلك. التشكيك في أبي هريرة هو ضرب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التشكيك في البخاري هو ضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر عن نفسه أنه لا يوجد صحابي روى عددا من الأحاديث كروايته هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. معنى ذلك إذا استطعنا أن نشكك في أبي هريرة وأن نشكك في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندعي بأن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بطنه، فإن هذا ضرب لشطر كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط حجيتها. كذلك الأمر بالنسبة للبخاري، لو ترى الحملة الشرسة التي يشنها بعض الناس وبعض المتعالمين على صحيح البخاري، ليس الغرض منه هو الحط من قيمة البخاري أو التنزيل من قدره، وإنما الغرض منها هو ضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو نذكر بعض الروايات عن البخاري وعن الإمام مالك وعن الزهري وغيرهم، لوجدنا أن هؤلاء الناس لا يمكن أن نصلهم بتشكيك واحد حتى في حفظهم. يروى عن الزهري أنه استدعاه أبا جعفر المنصور فقال له اختر لي 400 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني بها، وقد أمر بعض الكتاب خلف الستار يكتبون عنها. والزهري لا يعلم ذلك، فتلا عليه 400 حديث في العام القابل استدعاه وجاء بالكتبة، فقال أعد علي الأحاديث التي رويتها قبل عام، فأعادها عليه بأسانيدها ومتونها لا ينقص منها حرف. لو نأتي إلى البخاري لما قدم إلى الكوفة فجمعوا له الناس وأرادوا أن يختبروا حفظه، فجمعوا له 10 من الرجال وكل رجل أعطوه 10 أحاديث، هذه الحديث أحاديث ملفقة، يعني يأتون بسند هذا الحديث يلفقونه مع متن هذا الحديث، ويأتون بجزء من متن هذا الحديث يلفقونه بجزء من هذا السند، فأخلطوا عليه الأسانيد والمتون. فيقوم الرجل فيقول حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيتلو 10 أحاديث فيقول لا أعرفه. كل رجل يعني كل مختبر يقول له البخاري لا أعرفه. لما أنهوا استدعى الرجل الأول، يعني هذه لو لم نقرأها ولو لم تشتهر في كتب سيرة لقلنا أن هذا من المستحيلات وضرب من الخيال. فيأتي بالرجل الأول فيقول أما حديثك كذا وكذا فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فجاءه فأعاد ترتيب الأحاديث بأسانيدها الصحيحة موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الرجل، ثم يعطيه الحديث ثم صحيح. يعطيه الحديث صحيحا، يعني حفظ روايات الرجال المختلطة ثم صحح له الأحاديث. يقول أن أبو هريرة روى 5000 حديث. يقول هو أنه جالس الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 3 سنوات. يقول هل معقول ذلك؟
كيف 3 سنوات يحفظ نعم يروي، مع أن الصحابة هناك من لازم الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات وسنوات ولم يروي مثل هذه الحديث بعد هذا العام. نعم أولا رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي فتح من الله تعالى على الناس، هي فتح من الله على الناس، فكان فلان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وفلان لا يحفظ، ولذلك كانت تغيب بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخل نشامى وكان فيها الطاعون، فلم يدخلها اجتهادا من نفسه وليس اتباعا لأثر أو حديث، فحتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الطاعون في أرض وكنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تدخلوها، يعني إن كنتم خارجها. خطب تنازع مع بعض الصحابة نعم لما قال لهم نعم مخير من قدر الله إلى قدر إلى الله. آخره. المهم فأبو هريرة رضي الله عنه كان مكثرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل لو ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصها أنها لم تكن طويلة ويسهل على أي إنسان حفظها، كان بعض الأحاديث الذي يتكون من سطر بل يتكون من عبارة أو عبارتين، الحج عرفة، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة. نعم نعم فكانت يعني من خصائص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن بالطوال إلا النادر منها والقليل، فيسهل على الإنسان حفظها. أزيد كما ذكرت من قبل أن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حفظ كل شيء، حتى أنه يروى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم فيبول في المواضع التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. يعني ليس من السهل أن حتى نقول حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده فليتبوأ من مقعده رواية أبي هريرة رضي الله عنه، من رواية أبي هريرة وفي البخاري، في البخاري، وجربه عمر بن الخطاب نعم لما نعم سألوا عن هذا الحديث قالوا علمتم لما سألتني، إيه علمت لما سألتني لأني أكثر من الرواية، من الروايات نعم. فلما علم أبو عمر بن الخطاب بصدق الرواية نعم تركه بالتحديث، وليس وجاء برواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إزارا أم نعم لأبي هريرة رضي الله عنه نعم ثم جمعه نعم ودعا له بالحفظ، الحفظ ودعا له بالحفظ نعم. هناك تلبيس عند هؤلاء عندما يقولون أن أبو هريرة رضي الله عنه روى حوالي 5000 وذاك حديثا. هنا رد عجبني، ايه يقول هذا، جاء سؤال إحدى الأخوات المسلمات سألتني سؤالا فلم أستطع أن أجيبها، قالت طالما أن أبا هريرة رضي الله أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 سنوات فقط فكيف روى جميع هذه الحديث، أرجو التفصيل. يجيب هنا وش يقول، ليس هذا محل إشكال على الإطلاق، وإذا قمنا بعملية حسابية، عجبتني العملية الحسابية سريعة يتبين أن هذا الإشكال لا حقيقة، وبيان ذلك أن 3 سنوات من صحبة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تعني أكثر من 1050 يوما، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، نعم يصاحبه أينما حل وارتحل ويقضي معه معظم أومه كما أخبره هو نفسه عن نفسه وأقر له الصحابة. فكم حديث نتوقع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ يقول لا نريد أن نبالغ في العدد المفترض كي يتقبل القارئ الحجة، بل نفترض عددا يقبله كل منصف يريد معرفة الحق لاتباعه، ولتكن 5 أحاديث في اليوم فقط، يعني 5 أحاديث في 1050 يوم تلقى 5000 وأكثر من 5000 حديث. إيه هو يحفظ أكثر من 5000 واحد. والتلبيس الأكبر أنه المتابعين لغير مختصين أهل الحديث لكل علم مصطلحاته، والمحدثون لم يقولون حديثا 100 حديث، لا يعني أنهم يتكلمون عن 100 متن، نعم يتكلمون عن حديث بطرقه، بطرقه كلما تغير الطريقة فهو حديث، فهو حديث نعم. بمعنى أن الحج عرفة ولذلك نعم، ولكن رواه أبو هريرة يعتبر حديث نعم، ورواه الآخر يعتبر حديث نعم، هو نفس المتن ولكن بطرق أخرى. ولذلك لما نرجع إلى صحيح البخاري نجد أن الأحاديث أن الأحاديث غير المكررة عند البخاري هي تقريبا 2500 حديث، بالأحاديث المكررة 7500 حديث، يعني هذا العدد، يعني بعد حساب أبو هريرة المكررة نجد حوالي 1000 حديث فقط، أكثر لا أكثر، يعني حسابيا
من بنزع المكرر ذاك، اي نعم لأن أنا جبت حوالي 1000 نعم وعدد أحاديث فقط، يعني نعم منطقي أنه 6 سنوات تحفظ كل هذه الأحاديث. نعم أستاذ، بعد الزهري نعم ماذا حدث في التصنيفات نعم بعد؟ كيف تطور؟ بعد الزهري بدأ الناس يصنفون الكتب وفق الأبواب الفقهية وفق المواضيع، وكان من أشهر من ألف ذلك والإمام مالك رضي الله عنه كتابه الموطأ. وأرضاه في كتابه الموطأ. قيل أنه كان بإيعاز من هشام بن عبد الملك لما جالسه وبدأ يحدثه، وقيل أنه بإيعاز من أبي جعفر المنصور الذي دفعه إلى كتابة موطئه. ويروى عن هشام بن عبد الملك أنه قال له: ضع هذا الكتاب وسألزم الناس به، يعني ألزم الأمصار به لغزارة علمه وفقهه. وهنا تظهر قيمة الإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله يعتبر محدثا وفقيها، وكما قال الإمام أحمد أن رواية الحديث عند الفقهاء قليلة جدا، وأن الفقه في الحديث عند الفقيه أفضل من المحدثين. فكان الإمام مالك يجمع بين الفقه وبين التحديث. فظهر كتابه الموطأ مبوبا ومصنفا ومكتملا على شرائع الإسلام وأحكامه من طهارة وصلاة وحج وغير ذلك، ومعاملات وديات وقصاص وتفسير إلى غير ذلك من المواضيع التي نجدها في كتب الحديث. وبدأ التصنيف يزدهر، وهي مرحلة الازدهار بعد الإمام مالك، وهي منتصف القرن تقريبا الثاني للهجرة، يعني 300 وشيء، القرن الثالث، التي طبقات البخاري، ظهر البخاري ومسلم وتلميذه مسلم وأصحاب السنن والمعاجم كمعجم الطبراني والمسانيد وغير ذلك من الكتب التي والمستدركات كمستدركات الحاكم وغيرها من الكتب المشهورة التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اهتمت بصفة خاصة بالتدقيق وتمحيص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل البخاري الذي تكفل بذب كل موضوع ومكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معروف أن شيخه إسحاق بن راهوية قال في مجلس: من لو تكفلت بجمع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوقع ذلك في نفسي. هنا بالمناسبة إسحاق بن راهوية على لغة المحدثين، فالمحدثون يقولون إسحاق بن راهوية وسيبوية، وأما اللغويين أو اللغويون فيقول إسحاق بن راهويه وسيبويه ونفطويه، والمحدثون لهم طريقة أخرى في التلفظ بمثل هذه الأسماء. وقيل أنه رأى في منامه أنه يحمل شيئا في يده يذب به عن النبي صلى الله عليه الهوام والحشرات يذبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقص رؤياه على كثير من الناس فقالوا: لا نراك إلا تذب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكفل بجمع كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المحدثون هل كانوا جالسين في مساجدهم وتأتيهم الأحاديث، أم كيف وصلت إليهم؟ المحدثون كانوا مع نسائهم نعم. يأكلون ملذ الطعام فتصل إليهم الأحاديث فيكتبونها ويسلمون الكتب، نعم. أم كيف كانت؟ نعم، هنا أصبحت أساميهم أشهر من نعم. هذه الميزة، التأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه، لم تكن عند المحدثين المتأخرين، بل كانت حتى عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد سافر أنس بن مالك رضي الله عنه من البصرة إلى المدينة ليتأكد من حديث واحد، وسافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر من أجل التثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلط عليه الراوي أو يريد أن يصل إلى الحديث بأقرب سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغيب عنه لفظة ويعلم بأن فلان هو الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسافر إليه.
نعطي مثال بسيط ليس واقعين، مثال بسيط مثلا يشك الراوي أحيانا هل يكب الناس على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، فلا يدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم مناخرهم أو وجوههم، فيسافر من أجل التثبت من هذه اللفظة إلى من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتأكد منه ويضبط الحديث على لفظه الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم تكن مهمة سهلة، فقد كان الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه إذا جلس للتحديث كان يغتسل في كل مجلس يجلسه، كان كذلك البخاري إذا أراد تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسرج في الليلة أكثر من 20 مرة، معناه يسرج يعني يجي ينام ثم بعد ذلك يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته، فيعيد السراج. قال إحنا هذا الذي يستيقظ، يعني أنت طبيب الآن اللي يستيقظ أكثر من 20 مرة، هذا اللي عنده السلس واللي مريض بالسكري وكذا ما ينوضش 18 مرة، ينوض 5 مرات. خمس مرات يعني. البخاري كان يستيقظ كان يسرج أكثر من 18 مرة، من 20 مرة في الليلة، في الليلة الواحدة لتدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالأمر الهين ولم يكن بالأمر السهل الذي يتصوره الناس. فهؤلاء العلماء إنما تكبدوا المشاق سواء في السفر أو في نذكروا نحن بكش الطائرة. ابن عباس رضي الله عنه كان يجلس أمام دار الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث أو يثبت على عتبة بيته حتى يخرج إلى الصلاة أو يخرج لحاجته فيسأله، هذا ابن عباس رضي الله عنه. وما أدراك من ابن عباس. أستاذ خالد، يقولون أن حجية السنة النبوية كمصدر للتشريع، يعني السنة النبوية كمصدر اتخاذ السنة النبوية مصدر للتشريع ظهر مع الإمام الشافعي وكتابه الرسالة، ما مدى صحة هذا الكلام تاريخيا؟ لا هذا الكلام ممكن نقول أنه التدوين في السنة والكتابة في السنة كمصدر في التشريع ظهر مع الشافعي حين نأتي إلى مصادر التشريع. التأصيل. نعم، التأصيل مع الشافعي ومع ممكن مع غيره. أما حجية السنة واتخاذها مصدرا للتشريع كانت ملازمة للقرآن الكريم. كيف ذلك؟ لما يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فتلاحظ أن هناك إنزال وهناك إنزال، الإنزال الأول غير الإنزال الثاني، الذكر المقصود به في الأول هي السنة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي تبين ما في القرآن الكريم من أحكام من مجمل وغيره وتفصيل على آيات القرآن الكريم. لما يقول الله عز وجل مخاطبا نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرطبي عن قتادة الحكمة هنا بإجماع المفسرين هي السنة، أي واذكرن ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم عليكن من الأحكام. ولذلك حجية السنة بدأت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعطي مثال بسيط جدا، إذا قلنا بهذا القول بأن حجية السنة لم تبدأ إلا مع الشافعي كيف كانت الناس تصلي؟ يعني فلما أمر الله عز وجل الناس بالصلاة لم يفصل لهم ولم يبين لهم لا أوقاتها ولا عدد ركعاتها، جاءت السنة مبينة لذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال في قولته المشهورة خذوا عني مناسككم، الله عز وجل أمر بالحج ولكن لم يبينه ولم يفصله، الذي فصلته هي السنة. جاء القرآن الكريم ليحرم أشياء أضافت عليها السنة، مثل آية المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم، إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء.
فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. في لو نذكر لو نعيد قراءة الآية: لا يوجد الجمع بين المرأة وبين العمة وبين المرأة وخالتها، وإنما جاء النهي عن الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فجاءت السنة مفصلة ومبينة ومضيفة على القرآن الكريم. إذن حجية السنة النبوية هي من حجية القرآن الكريم، ولا ينبغي فصلها عن القرآن الكريم، كما ذكرنا في الآيات التي تلوناها: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس ما نزل عليهم من القرآن. وأمر الله عز وجل لنساء النبي حين قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن، والحكمة، أي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفهم من هذا أن الشافعي عمل كباقي العلماء، ما كان متوالي موجودا في الواقع، ما كان يعمله العلماء بدون تأصيل علمي، ما قام به الشافعي، وأنا أصل أعمال العلماء الذين قبله. لا، هو الشافعي لا ينكر فضله، ويعتبر كتابه كتاب الأمة وكتاب الرسالة، أو من أوائل كتب الفقه التي ظهرت مؤثرة وقوية بتلك القوة في التأليف. أما أن نقول أن حجية السنة بدأت مع الشافعي، نقول أن تأصيل مصادر التشريع للمسلمين من كتاب وسنة وإجماع وقياس ومصالح مرسلة وعمل أهل المدينة وغير ذلك من الأمور، كانت في كتب أصول الفقه مع الشافعي ومن جاء بعده. وأنا أبحث في الموضوع أستاذ، أنا وجدت مقالة يتكلم قائمة موجودة من كتب صحف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصحابي عبد الله بن عمرو العاص، الصحيفة الصادقة، وهي مروية عند البخاري. نعم. صحيفة الصحابي سمر بن جندب. نعم. صحيفة الصحابي جابر بن عبد الله. صحيفة الصحابي نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي، مخطوط في البخارية. نعم. والقاهرة، وجزء منها في مسند أحمد. نعم. صحيفة الأشج، وهو تابعي ولد في خلافة أبي بكر الصديق، مخطوط في شهيد علي وفي القاهرة. صحيفة التابعي خراش بن عبد الله، وقبل تابعين صحيفة أنس رضي الله عنه التي كتبها له أبو بكر رضي الله عنه. صحيفة التابعي خراش بن عبد الله، مخطوط في شهيد علي وفي برلين. صحيفة التابعي همام بن منبه، مخطوط في برلين والظاهرية وشهيد علي. أحاديث التابعي أبي الزبير، وكانت صحيفة له، ثم جمعها أبو الشيخ الأصفهاني، مخطوطة في الظاهرية. ومن بعد ننتقل إلى عصر التدوير، في عصر العباسي، كتاب السنن والتفسير لابن جريج. ابن جريج نعم، كان معاصرا للإمام مالك، ولذلك نعم. هنا ولد في 80 هجري وتوفي 150 هجري. نعم، ولذلك هنا يقول أنه لا يمكن الفصل بأن الزهري أو الإمام مالك هما أول من ألف في الحديث، وقد تزامن ذلك مع ابن جريج. أحاديث المثنى بن عبد الله، نعم، توفي 150 هجري. سعيد بن أبي عروبة توفي 156 هجري، وهو من أول من صنف في الحديث كتبا مبوبة، روى كتاب المناسك عن قتادة وله التفسير. عندنا شعبة بن الحجاج توفي 1160، وهو من أوائل من بوب الحديث في البصرة، وأفرد علم مستقل لأحوال المحدثين. شجاع بن الزبير، إبراهيم بن طهمان، فليح بن سليمان، الربيع بن حبيب بن الفراهيدي، وغيرهم وغيرهم، قائمة طويلة، حتى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك، هذا كامل كانوا في زمن واحد. نعم. يعني شوف، جاب قائمة من الصحابة الرسول، من الصحابة حتى إلى التابعين والتابعي التابعين وأتباع التابعين، يعني سلسلة متسلسلة. نعم. ماذا تقول عن حالة السنة النبوية في عصرنا الحاضر؟ الشيء الذي أقوله هو أن السنة النبوية حتى في عصرنا هي محفوظة بحفظ القرآن الكريم، لأنه يخطئ كثير من الناس إنما يقرؤون قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيصرفون القول إلى القرآن الكريم. ولكن في المقابل، بإجماع المسلمين وبإجماع المفسرين، أن الذكر هنا يقصد به الكتاب والسنة، يعني القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى السنة النبوية يعتبر العلماء وحيا بالمعنى. نعم،
وحي بالمعنى نعم هي لا وحي، بالأصل. بل إن منهم من يذهب بأن من يذهب إلى أن الحديث القدسي هو وحي بلفظه ومعناه من الله عز وجل، إلا أنه ليس له صفة الإعجاز كما للقرآن، كما للقرآن الكريم. ولو تلاحظ أن الأحاديث القدسية دائما يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أو في حديثه كذلك لما يقول الله عز وجل: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فمن الأحام من العلماء من يذهب بأن هذه الأحاديث هي أحاديث بالمعنى وباللفظ عن الله عز وجل، ورواها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا نأتي إلى تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا فليمحه. وكان يقصد به أن يختلط الحديث القدسي بالقرآن الكريم. السنة في وقتنا هذا ما زالت محفوظة من خلال ما نراه من المصنفات والمدونات، وكذلك ما نراه من الكتابات التي تدافع عن حجيتها وترد على كثير من المستشرقين، وللأسف ترد على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، والذين يعرضون دينهم ويعرضون هذه السنة النبوية التي تعد ركيزة من ركائز التشريع. نجد كثيرا من الناس من هو مهتم الآن، يعني لا ينبغي الخطأ بأن نقول بأن السنة الآن كذلك ليست، لا تلقى نفس الاهتمام الذي يلقاه القرآن الكريم، بل إن هناك من الناس من سخر نفسه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد من يحفظ الموطأ، ونجد من يحفظ الصحيحين، بل نجد حتى من يحفظ الكتب الست، الصحيحين والسنن. كل هذا يعد في الاهتمام بالسنة. بل إنك تجد من الأحاديث من الصبية الصغار من تأتيه برأس الحديث يأتيك براويه، ومن تأتيه بالراوي فتأتي بجزء من الحديث فيكمل لك الحديث. كل هذا دليل على اهتمام المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الوحيد الذي لا نحبذه هو أن نعرض هذه السنة للتشكيك، وأن نعرضها للإهانة عن طريق إدخال الشك في نفوس المسلمين، تارة من خلال الطعن في أعلام المسلمين كالبخاري وغيره، وتارة بالتشكيك في بعض الأحاديث التي تخالف عادة العقل فيضربونها عرض الحائط. كل ذلك رغم ما هو موجود في الساحة. تقول تخالف عادة العقل، بل نقول يحار لها العقل، لا تخالف لا، العقل. هي في الظاهر، نعم، في الظاهر تظهر أنها مخالفة، ولكن حقيقة الأمر أنها تظهر أنها مخالفة. نعطيك مثال، مثلا في الحديث الذي تلوناه من قبل، أن الصحابة كانوا يبتدرون نخامة النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم، فلا تقع في الأرض حتى تقع في يد أحدهم، فيدهن بها وجهه وجسمه. لو تقولها الإنسان الآن يقول لك هذا شيء مستقذر، ولكن هو لا يعلم بأن الأمر متعلق بنبيين، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا، وكان يتعرق مسكا، فأكيد أن نخامته ليست كنخامة سائر البشر. وتتكلم عن جهد العلماء في الرد على المخالفين وعلى من ينتقدون السنة النبوية ويتهجمون على أعلامنا، تذكرت مقولة أحد العلماء يقول: من رأيته يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، أعلم أنه أنه زنديق. زنديق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قالوا لأن الصحابة هم حملة السنة، نعم. فإن سقطوا سقطت السنة النبوية. وهنا إذا وهذا حتى طعنا، ما يقوم به لا المعاصرون لا عندما يتكلمون عن البخاري نعم ويقولون البخاري فيه وفيه وفيه، لا احنا لابد ان نفهم شيء. يظنون أننا نقدس البخاري ونحن لا نحن لا نقدس نقدس البخاري. البخاري ولا نعتقد العصمة في أكيد البخاري، هو بشر كباقي البشر، يخطئ ولكن كثير. تواطؤ الناس على صحة كتابه أكبر تواطؤ دليل. العلماء، العلماء، نعم، نعم، لأن نقول الناس يعني العلماء، ماشي، العلماء أهل العلماء، الحديث. والقبول الذي لاقاه البخاري. حتى لو نأتي إلى كتاب آخر تقريبا يضاهيه في القوة، وهو كتاب الموطأ لإمام مالك، أنه جيء له بصحائف وبكتب لما ألف كتابه الموطأ، قال فأمسكها ثم قال:
والله لا يبقى منها إلا ما كتب لوجه الله. قال: فلم تقم قائمة لكل صحيفة ألقاها الإمام مالك، وكأنها ألقيت في بئر. ولذلك هذا القبول الذي لقيه البخاري لم يكن بمحض الصدفة، أو لأن الناس أعجبهم ما ألف. صحيح أن البخاري قام بعمل جليل وكبير جدا، ولكن هو الله عز وجل أراد لهذا الكتاب حتى أنه يوصف أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. مسألة أخرى أنت ذكرتها في الطعن في الصحابة أو الطعن في السنة. الطعن في السنة هو طعن دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور مصطفى الأعظم الهندي، وكتاب الحديث والمحدثون أو حياة الأمة الإسلامية أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية للشيخ محمد محمد أبو زهو، وهو رسالة على النيل الشهادة العالمي بالأزهر سنة 1946. كتاب السنة ومكانته في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي السوري رحمه الله عز وجل، وهو رسالة الدكتوراه للأزهر الشريف، ومن أحسن ما كتب يرد فيه على المستشرقين وعلى على على من اتبع المستشرقين في أقوالهم من أمثال أبي ريا، ويناقش أحمد أمين في قضايا كثيرة في كتابه فجر الإسلام وضحى الإسلام. وأخيرا كتاب محمد عجاج خط الخطيب، وهو رسالة الدكتوراه كذلك السنة قبل التدوين. أستاذ خالد هدى، كلمة أخيرة من فضلك. أقول في ختام هذا المجلس أنه لا خوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اختار لها من الناس الأنقياء والأصفياء الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونه ويجلونه ويحفظون عنه، بل إنهم كانوا حتى أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس رضي الله عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شعره شيب إلا 20 شعرة. يعني شوف، يعني وصل الأمر إلى حتى أنهم يحسبون شعرة، بل إنهم نقلوا لنا كما ثبت اضطراب لحيته في الصلاة أثناء قراءته، فكيف لهؤلاء القوم أن يخونوا نبيهم من بعده ولا يحفظوا سنته؟ ثم قيض الله عز وجل لهذه السنة رجالا بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، من يحفظ هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. ونسأل الله عز وجل أن نكون من حفظته ومن سدنته ومن الذين يخدمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوة إلى الناس، هذه دعوة خاصة للمتعلمين والمثقفين، لا يشكك الناس في دينهم، وأن لا يعرضوا هذا الدين للتشكيك والتناقضات، فإن هذا الأمر القرآن وسنة إنما هو دين. وكذلك ليتحرى الناس عمن يأخذون دينهم، كما قيل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الختام لا أجد إلا أن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منكم هذا العمل الطيب، وأن يرزقكم الاستمرار والمواصلة والإخلاص، وأن يرزقنا كذلك الإخلاص. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الشهر القبول والعتق من النار لنا ولجميع أحبابنا وأمهاتنا وآبائنا وأولادنا وكل من أوصانا بالدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذ خالد على تلبيته لدعوتنا، ونشكره على ما قدم لنا من علم ومفاهيم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن ينفعنا بما علمه. إخواني أخواتي، وصلنا إلى ختام هذا العدد، نسأل الله أن نكون قد أفدناكم واستفدنا إلى عدد آخر، إلى موضوع آخر وضيف آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا خالد، بارك الله فيكم. بارك الله.